وفي سياق متصل، عقدت اليوم قوى البديل الديمقراطي والمكون من أحزاب وجمعيات وكذا شخصيات وطنية اجتماعا بمقر الأرسيدي، وذلك لاقتراح خارطة طريق لحل الأزمة السياسية. وقد صرح محسن بالعباس أن الاجتماع يهدف لوضع مسار تأسيسي مخالف لاقتراح لجنة الحوار والوساطة. التغطية كانت لإسماعيل بوفليح. ينبغي لبلادنا أن يكون لها دستور جديد، دستور يوضح معالم تنظيم الدولة، دستور يؤسس لنظام سياسي قائم على التعددية الحزبية. نريد من المسار التأسيسي الذي نسعى من أجل بنائه معا أن يكون خيارا للقطيعة وتغليب العقل، خيارا للسيادة، خيارا من أجل نهاية النظام الجاثم، وخيارا من أجل انطلاقة جديدة للجزائر. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية.